اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى اللمبه الفظيعه دي اللي فيها ايه كور الخرز. احنا اللي بنعملها بندخل فيها الاول الكور، بعدين بتكبر حجمها كبير قوي، اكبر اضعاف حجمها، بتبقى ايه كلها ايه كور كده كبيره جدا، يعني كور خرز كده، كور ميه منفوخه كده زي ما شايفين لونها. هنجرب النهارده اللمبه دي بقى مره من غير ميه ومره بميه. احنا طبعا حطينا الكور دي عشان تكبر لازم تكون محطوطه في ميه، انا عملتها كده على الاخر. واللمبه دي في حاجه سحريه ايه بقى كمان، ان هي بتغير لونها حسب الايه الكور اللي جوه. تعالوا كده نشوف ان احنا نجربها دلوقتي دي التجربه دي دلوقتي بالميه. بصوا الله بتنور، الوان حلوه ازاي، ده لون احمر ولون ازرق، ايه ده واو، مديها على لون بامبا كده شويه. دي الوانها بالميه، لكن دلوقتي بقى هنجربها من غير الميه وتقولي برضو ايه رايكم. بصوا واو، دي شكلها فعلا احلى بكتير من غير الميه، انا عجباني، قولولي بقى انتوا ايه رايكم فيها. دلوقتي مديها بقى اللون الاخضر ومديها اللون الازرق، والكور باينه اكتر جوه. انا الاول وهله كده ما كنتش عارفه الفرق ما بينهم، بس بعد ما ركزت لقيت ان الكور اللي من غير ميه الكور اللي باينه فيها اكتر، وشكلها كمان حجمها كبير. وبص مديها اللون الاورنج واللون اللي هو ايه واللون الاخضر واللون الازرق، ايه ده واو واو واو، دي شكلها فعلا حلو جدا، انا معجبه بيها جدا. وعملناها بطريقه بسيطه جدا، واحنا اللي صنعناها بنفسنا، حطينا بس فيها الكور وحطينا عليها شويه ميه وكبرت الكور على الاخر. قولوا لي بقى اصحابي في الكومنتات انا عجبكم اكتر، يا ترى اللمبه وهي فيها ميه ولا اللمبه من غير ميه. انا الاثنين عاجبني جدا، هوريكم دلوقتي بقى من غير الكرتونه، نطلعهم بره ونشوف شكلهم ايه، واحده بالميه واحده من غير ميه عشان تبقوا شايفينها من كل جهات. بصوا واو، دي شكلها شبه الصوره بالظبط، دي بقى اللي من غير ميه. بصوا اللون كان فيها باين جدا، الاضاءه كانت باينه والكور كمان كانت باينه اكتر، وكان شكلها ملفت اكتر، انا معجبه بيها عن نفسي. تعالوا بقى نشوف تانية كده اللي بالميه، وقولوا لي بقى ايه يعني، بصوا هقربها لكم كده اكتر عشان تكونوا شايفينها اكتر، تقولوا لي ايه رايكم. اهي بصوا شكلها ايه ده واو، هنفتحها كده دلوقتي ونطلع الميه كلها من هنا، فبطريقه سهله جدا بنفضي الميه كلها اللي فيها بعد ما الكور كلها كبرت خالص. اوكي طيب دي من غير ميه، تعالوا بقى نشوف التانيه اللي هي فيها ميه. بصوا دي شكلها من قريب، انا معجبه جدا بالكور، باينه جدا بطريقه سهله وكمان نورت بطريقه اكتر، عجباني قوي. طيب تعالوا بقى نشوف التانيه، دي اول واحده اللي هي ايه قلت لكم من غير ميه. التانيه بقى اللي فيها ميه، بصوا مش هيبقى لكم، بس انا اتمنى يا صحابي يكون الفيديو عجبكم، قولوا لي بقى في الكومنتات انا عجبكم اكتر، اللمبه اللي من غير ميه ولا اللمبه اللي بميه، والتجربه دي عجبتكم اكتر ولا لا، او ايه الاختلاف اللي ما بينهم. ما تنسوش كمان يا صحابي تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.